أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 30 أيار 30 خمسة القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح تمكث يعني القمر في هذا المنزل راح يظل لغاية الساعة ستة وخمسين دقيقة مساءً من مساء يوم الأحد ثلاثين خمسة لينتقل بعديها لمنزلة سعد الأخبى وهي للحماية والضرر والضفر والعقد. طبعا القمر الآن موجود في برج الجدي وبما أنه موجود في برج الجدي فما زالت تأثيراته على جميع الأبراج لغاية ساعات الصباح. فبتضل تأثيرات إنه منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منا علينا الاجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفة أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين طبعا الزاوية اللي راح تصير مساء هذه الليلة اللي هي مساء ليلة السبت هي الزاوية اللي ذكرناها بالأمس هي اقتران إيجابي بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون في تمام الساعة 10 و14 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ عنا خلو المسار خلو المسار هذا رح يبدأ الساعة 10 و14 دقيقة مساءً بتوقيت غرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة الرابعة وأربع دقائق صباحًا من صباح اليوم اللي هو الأحد ودائمًا عند الإنتقال أو عند إنتقال القمر من برج لبرج بصير في عندنا خلول مسار وهي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي خطوة جديدة أو مهمة. في حياتنا او بتشمل هاي جميع المواليد دون استثناء. طبعا في حركه فلكيه اللي هي تراجع عطارد ذكرناها في حلقه الامس ما راح نعيدها اليوم وتاثيراتها على الابراج وعلى الجميع ومن ايش تنتبهوا اللي ما حضر حلقه الامس يرجع يسمعها لانها مهمه جدا وتاثيراتها راح تاثر على جميع الابراج لمده ثلاث اسابيع قادمه. طبعا القمر راح ينتقل للدلو الساعة أربعة وأربع دقائق صباحا والتأثيرات راح تصير على جميع الأبراج هي نم يعني بتأخذ طابع برج الدلو فعشان هيك نشعر الآن أنه إحنا بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر وبننشط اجتماعيا وبنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربه اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عاده بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقه جديده وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء جهاز الكتروني او تلفزيون او تجربه طعام جديد طبعا الزاويه الوحيده اللي راح تتشكل هذا اليوم هي زاويه تثليث ايجابيه بين القمر وبين الشمس وهي راح تكون في تمام الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساء من مساء يوم الأحد منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة لخلو المسار القادم بما أن القمر موجود بالدلو فخلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء واحد سته بيبدا في تمام الساعه 6 و13 دقيقه صباحا وبيستمر حتى تمام الساعه 9 و7 دقائق صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت اما بالنسبه لعمر القمر طبعا عمر القمر المحدب 19 يوم في تمام الساعه 8 و58 دقيقه مساء بيصبح 20 يوم نسبه الاضاءه بتصير 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة مزاجها سعيد بنسبة 50% هذا اليوم أما بالنسبة للقمر في الجدي بده ينتقل للدلو في ساعات الصباح طبعا رح يمكث في برج الدلو لغاية 1 ستة مزاجه منتحس بنسبة 40% أما بالنسبة لعطارد في الجوزاء بيتراجع طبعاً حتى يوم 22 ستة سعيد بنسبة 30%. الزهرة في الجوزاء حتى يوم 2 ستة سعيد بنسبة 15%. المريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 45%. المشتري في الحوت حتى يوم 20 ستة سعيد بنسبة 15%. زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% اورانوس في الثور حتى يوم 20 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل حافظوا على سمعتكم وعلى مصالحكم القائمة في مجال العمل وحافظوا على أعصابكم وهدوءكم طبعاً هذا كله لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية أهم شيء إنك ما تبقى وحيد أي فترة ناشطة وواعدة دراسيًا ومهنيًا أو حتى عائليًا، بتكثر عندكم الاتصالات والمواعيد بشكل كبير. برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة لغاية ساعات الصباح، من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية. أهم شيء إنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم. بتضغط عليك المسؤوليات وحتى إنه ممكن تواجه أمر صعب ومعقد خلال هذا اليوم. حاول إنك تلتزم بالمسؤوليات. الفترة هاي واعدة. برج الجوزاء بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة. أهم إشي إنكم تخففوا من النفقات قدر المستطاع لغاية ساعات الصباح. أما من ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة، ثم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر والدراسات العليا، وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة. أهم شيء إنك تتحرك على مختلف الأصعدة. برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم وبتضل الأجواء رومانسية ومشجعة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بدكم تنتبهوا وتعيدوا ضبط ميزانيتكم حاول إنك تدخل تعديل على نمط حياتك لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح للتطور هاي فترة يعني تعتبر جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم وهذا الحكي بظل مستمر معكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا لا كلام ولا عمل ممكن توجه ملاحظات ولكن دير بالك أنه خصمك في هاي الفترة بكون أقوى منك لأنه طاقتك ضعيفة هاي الايام بتحمل نوع من انواع الارتباط ممكن يكون مهم بالنسبه لك اهم شيء انك تحافظ على هدوء اعصابك وما تكون عدائي برج العذراء بترغبوا في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقه معهم لغايه ساعات الصباح من ساعات الصباح بيتراكم العمل عندكم أهم شيء إنكم ما تهملوا صحتكم وحذروا من تعب صحي أو جسدي ممكن يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب هاي الفترة بتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة أو ممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر فعشان هيك بدك تكون حذر تضبط أعصابك وما تهمل أعمالك برج الميزان بتظل الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكركم لغاية ساعات الصباح. من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم. ممكن اليوم تفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة. تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف. برج العقرب بتنشطوا في أمور لها علاقة بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وهذا الحكي بظل لغاية ساعات الصباح ولكن ساعات الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية حاول أنك تلطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك حاول إنك ما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية وحاول إنك تهتم بعائلتك. برج القوس طبعا اليوم من جهة بعطيك فرصة لمكسب مالي ولكن من جهة أخرى ثم نفقات فعشان هيك بدك تنتبه على وضعك المالي لغاية ساعات الصباح من ساعة الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهي الفترة تعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا إسماع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أهم شيء أنك تتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالاتك على أكمل وجه حاول أنه اليوم أنك تنتبه لأنه ممكن يكون لك نوع من أنواع التواصل أو الاتصالات تسفر عنها نوع من أنواع الاتفاق والمصالحة برج الجدي طبعا اليوم بيزيد النشاط أكثر وعندكم قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم وهذا الحكي بيستمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيبدأ الاهتمام بمواضيع مالية فعشان هيك بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شيء أنه ما تغامر بأموالك وهي فترة حذرة ماليا ومعنويا أهم شيء أنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف ولكل التضامن بالفترة هاي برج الدلو طبعا بظل التعب مسيطر عليكم لأن القمر ما رح ينتقل إلا في ساعات الصباح عندكم فعشان هيك ممكن تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم وبتستعيد حماستك وعزيمتك وممكن تمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق الفترة هاي برضو بتحمل لك خبر سار برج الحوت بضل النشاط مسيطر عليكم بينكم وبين الاصدقاء لغايه ساعات الصباح من ساعات الصباح زي ما حكينا القمر رح يصير في بيت المتاعب فعشان هيك بتدخلوا فتره غير مريحه بتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم اهم شي انكم تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمه ومهمه لانها فتره فارغه وفاشله من اي خطوه او باي خطوه جديده حذروا من الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك حاول أنك تصبر لحين ما يوصل القمر لعندك بعدها الأجواء تبدأ مرحلة جديدة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء